اختارت الفن وأحبته وقررت الاستمرار فيه، فكانت بدايتها في الكويت عام 1983 من خلال أوبريت سندريلا مع محمد المنصور. هي الفنانة أمل عباس اللي اشتهرت في أدوار الشر، وجسدت العديد من الشخصيات في أعمال تلفزيونية ومسرحية. تميزت أمل بأدوارها الكوميدية اللي كان من أهمها دور حكيمة في مسلسل الحيالة. ألف أدري بعد عمري أدري أنسى روحي ولا أنساك، سالم وغانم وفالح بالصفة مو بالاسم. على صعيد المسرح شاركت بكثير من المسرحيات، أشهرها بس نفلوس، ليلة رعب، شهر عسل بصل، باي باي عرب، النمر الوردي، مصاص الدماء، صادو. ما رحت سوريا. انت امهم اللي على الطاوله قاعده بزاويه. لا لا غلطان. لقائنا معاها اليوم كان من بعد رحلتها العلاج الطويله اللي تكللت بالنجاح. ان شاء الله بنطمن عليها وعلى صحتها في عسيف. معاك يا نوره وعبد الله. استمرنا معكم مشاهدينا بفقرات عسيف، ومعانا طبعا الليله حبيبه قلبي يعني النجمه الفنانه القديره امل عباس. بعد رحله علاج دامت اكثر من 6 شهور، الحمد لله على سلامتك الغاليه. الله يسلمك حبيبي بعد عمري حياتي. بعد انا اتشرف بوجودكم ولي شرف اكون معاكم يا حبيبي. اجر عافيه ان شاء الله. حياتي مشكوره في ديتك. وان شاء الله يا رب تكونين بالاحسن ان شاء الله بالياي من حيث الصحه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اجيكم ماشي على عيوني ان شاء الله. بعد قلبي والله عورتي قلبي الصراحه، ومعاها الممرضه الخاصه اكيد على اساس انها تعتني فيها. واكيد بنتها موجوده نوره، بنتها بعد موجوده ويعطيها العافيه، مشكوره ان شاء الله. يعافيك. موجوده معي برحله العلاج، موجوده معي بكل مكان تواجدت فيه. الله ياجرها ان شاء الله بربهمها. مشكوره كلهم والله يا امل، حتى ولدك محمد انا تواصلوا وياه خلال فتره يعني علاجك. بس احنا الحين يعني امل خلينا شوي نطمن يعني مشاهدينا ومتابعينك اللي يحبونك، الناس اللي تعودت دائما عليك انك تكونين دائما في عندك اطلالات تلفزيونيه. قول لهم شنو كان سبب المرض اللي فيك، شنو كانت مشكلتك، خلينا نتكلم هذا الموضوع شوي، وعن رحله العلاج مالتك بعد ذلك ننتقل الى الفن. والله هو فجاه صار، يعني ما كان مخطط له ولا شيء، الله العالم. فجاه صار، بدأت بطني تنتفخ، جسمي ينتفخ، انا حسبالي خلاص متنت، وصلت ايه تبتبت وش حالاتني. هذا كله كان ماي من كثر الاملاح. هذا يعني عندك صارت في المشكله في املاح في جسمك؟ املاح بجسمي. أوكي. وكان عندي الصمام ماي جسمه صمام واقف. لا صمامين عندي. الصمام هذا يكون من ورا، يعني من ورا القلب. مو من قدام، من الصمامات في من قدام يعني بالقلب. كذا 4 صمامات، هو الخامس الرابع والخامس. عندي الصمامين هذول وايد كانوا تعبانين، كانوا ما يردون الماي والدم مع بعض. فكانت بطني تنتفخ، اروح المستشفى يفتحوا لي فتحه ينزلون الماي 10 كيلو 15 كيلو ينزل الماي. بعدين باسبوع يرد الماي نفس الشيء. يعني أريد أكل الحين، ممنوعة من كل شيء، أملاح ممنوع. بنتي واقفت لي وقفة، أي ملح أنا ما راح أكل. مش قلت لها صح، وأنا التوبة ما راح أشرب أملاح، لا خلاص. ولا هالكبينات شوية عن خاطرك ما تخليك؟ لا لا ممنوع ما تخليك. لا لا هو شوف معها حق يعني. إيدها انكسرت من وراي السبة. أنا أشوف إيدها مكسورة وعليا أقولها حتى هي خطاك السو سلامات. والله الله يسلم عمرك حبيبي. إيش منها انكسرت إيدها؟ انا زعلتها بصراحه والله. أيه. ما تستاهل زعلان دام انا قلت اخاف قاعد دزك في الويلتشير. الويلتشير يعني الحين لمتى بتكونين عليه؟ يعني شلون على خطه المشي؟ ايش قالوا لك الاطباء؟ هو قال من شهر الى 6 اشهر. اي فانا صار لي طبعا 3 اشهر علاج طبيعي، المعالج الطبيعي معاي بالبيت يجي. وعاد وصلتي خير قبل شوي. الدكتوره كانت عندنا قاعد تتكلم عن العلاج الطبيعي، وقلنا متى نروح لكم حق، او متى الشخص يحتاج انه يروح حق العلاج الطبيعي. لو كنتي موجوده شبكناكم مع بعض. لا انا وفقنا راسين بالحلال. انا ما اقدر اروح علاج طبيعي الحين لان عندي الهيماتوما للحين في مال العمليه. صح. العمليه سووها من الفخذ، طبعا فتحوا لي فتحه هني، شرايين عندي الاورده وايد ضعيفه. بعدين فتحوا لي من الفخذ ودخلوا الصمام.
ركبوا لي صمام وجددوا لي. هذا كله يعني كان خارج الكويت. خارج الكويت ايه؟ بالهند. ايه؟ الدكتور كان وايد شاطر. ايه بتايلند صح، احنا كلنا مو درينا. لا مو تايلند. مو تايلند. الهند بومبي. الهند ما شاء الله لا اله الا الله. اي اي ما شاء الله، حتى علاجهم هناك حلو يعني ويمدحونه. وحده بوحده. ايه؟ اول شيء اول فتره عالجوا الكبد، كان عندي في تشمع بالكبد وكان تعبان الكبد، ما كنت اقدر اكل ولا اقدر امشي. عالجوا ورديت مره ثانيه لهم علشان انا بقول لك تفضلي الأستاذة الكبيرة القديرة يعني أمل عباس، أنا بس بسألك أكيد ما كنت تتوكدين بين فترة وفترة عن علومك وأمورك، يعني الظاهرة ما كنت تروحين الطبيب كلش كلش مرة كنت مهملة. هذا مهم كلام نورة صح. لا كنت لا مهملة. هي مو هل اللي لقوا هالشيء هذا كله؟ ما فيني شيء ما فيني شيء. إيه؟ ليش أروح الطبيب؟ أمل ما يصير هذا يعني ما هذا الكلام ولا أراجع أبدا. الدكاترة نفسهم الدكاترة يطلعون يقولك دائما في شيء يسمونه فحص دوري. عدل نورة صحيح. لا فحص دوري هذا كل سنة تتسوي مرة، يفحصون دمك يفحصون فيتاميناتك. وأنا دائما حتى والله كنت أقول حق الناس لازم شيء هذا جماعة تسوونه، في ساعات يكون فيك شيء أنت ما تحس فيه صح. بس هذه عندك مشكله بعد فتره تضخم وتزيد عندك بعدين تحس بالضبط. يعني الله يقومك بسام الحمد لله رب العالمين. لكن خلينا نتكلم عن رحله العلاج الاخيره، كانت بمبي قلتي لي صح؟ بمبي بمبي ما شاء الله. في طبعا خلينا نتكلم شوي اكثر على السوشيال ميديا، الفيديو الاخير اللي انتشر لك، يعني طبعا في ناس وايد تكلمت قالت خليهم على راحتهم. الله يعطيهم العافيه وما قصروا ومشكورين. انا ما اقول لهم الا شكرا ويعطيكم الف عافيه. نبي نعرف امل من اللي وقف معاك؟ يعني اذا تبي تذكرين اسماء اذكر، يقولي فلان وقف وياي، فلان وقف وياي، فلان توقعته يوقف وياي ما وقف وياي. نبي نعرف من الناس وقفت مع امل عباس في هذه يعني المحنه او فتره العلاج. والله ما قصرت الاستاذه احلام الشامسي أم فهد. كثر الله خيرها الله يعطيها العافية. والأستاذ بدر محمد العتيبي أبو ناصر ما قصر، قام برحلة يعني كل العلاج حتى الفندق والتذاكر عليه. وأستاذ أحلام ما قصروا يعني بصراحة، وغيرهم مايد ناس يعني ما قصروا. فنانين الكويت فنانين يعني أخواتي كلهم. أستاذة حياة ما قصرت، أستاذة هدى حسين مغربة عليهم كلهم سباقين والله الصراحة. ونعم فيهم كلهم، وغير التليفونات وشيء. واني ما قدروا أنا أعذرهم أنا أعذرهم أقول لهم يعني صج لو أنا مكانهم وعندي شغل ما أقدر أتصل صراحة أقولها يعني. جزاك الله ألف خير يعني. بس في فنانين كانوا يعني على قولتهم شغلك دايم معاهم في عشرة عمر، يعني خلينا نقول أنتوا أكثر من أهل وأكثر من أسرة يعني. في ما في اسامي ثانيه في الكويت مثل طارق العلي ابو حمود. هم بعد ابو حمود ما قصر معي محمود. كثر الله خيره كثر الله خيره جزاك الله الف خير. استاذ عيسى العلوي الفنانين كلهم غرور. سمعنا بعد هيا شعيبي ايضا ليتي هيا والهام الفضاله جزاهم الله الف خير ما قصروا ويعطيهم العافيه. ميزان اعمالهم ان شاء الله يرفع الله من شانهم اللي هم صراحه ساندوك بهالوقفه يعني. بس عبد الله شوف احنا بناخذ منها وعد. شنو؟ إن قالت بعد ست شهور راح تهد الويلتشير وتمشي. النون عندنا هنا في السيف من عيوني كنت على شنون ان شاء الله. يا رب والله يعني توقفين والله ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر توقفين تقدمين ويانا الحلقه هني تكون واقفين ويانا عشان حاضر نطمن نطمن وطمنين حتى يعني متابعينك. هذا زين امر خلينا نسولف شويه عن الشغل. يعني قبل رحلة العلاج مالتك كانت في اعمال دراميه قدمتيها اخيره في عروض معينه مثلا؟ لا والله ولا حسيت انه خلاص؟ لا 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 الفتره كلها انا متعبانه ما اقدر حتى ما كنت اقدر اتكلم. قبل تكوني تعبانه بشوي نقول خلينا نقول سنه؟ لا ما لا كان واقف شغلي ماكو شيء. لا لا ماكو شيء. ما كان هذا مأثر عليك نفسيا؟ ترى ساعات يكون في ولا مأثر على نفسيا لان بارك الله بولدي وبنتي ما شاء الله تبارك الرحمن ما يقصرون شايلين البيت وشايلين فما يحتاج يعني. اذا الله رزقني هذا شيء ثاني. اي اذا ايش اسمه يعني شغل ما راح اقول لا بس ما يعني. وهم جت فرصه انه انا اسافر واشوف نفسي عاد هالمره خلاص التفت حق نفسي حق روحك. اي والله اي هذا الشيء الصراحه مهم وكان لازم. يعني احنا قلنا من الاول انك تلتفتين حق روحك وتدير بالك تدير بالك على رويتك. انا اقول اي انسان اي فنانه من الفنانات تحس نفسها تعبانه تهم مجهود هم مجهود تعب أيه؟ مجهود سهر الليالي مسرح تلفزيون فهذا كله يأثر. عيل هذا كله بو من التمثيل التعب هذا من اللي يعني تعب. التعب في المسلسلات تعب مسلسلات التعب هو تعب إرهاق إرهاق ما يعني نوم قليل صح. فتطلعين من الساعة 9 الصبح تردين الساعة 3-4 الفجر صح. فهذا كله إرهاق الجسم يحتاج النوم يحتاج الراحة.
يعني أنا الحين بالفترة هذه بالليل بالذات ما أقدر أنام، يعني يبدي العوار يمسكني رجلي وظهري. أنا مو بس عملية واحدة، مو بس عملية القلب الصمامين، سووا لي عملية لقوا نهاية ظهري كتلة دم متخثرة من زمان أثناء الأشعات الأميرال في الهند، فسووا لي عملية بدون بنج، فتحوا ظهري من الأول للآخر بدون بنج، وأنا صاحية وسام أو شايفة المشرط وشايفة كل شيء. زين أمل، هذه الفترة نقول إحنا في كان في أشخاص جزاهم الله خير تكفلوا بعلاجك. بالضبط. نقول الفترة القادمة يعني ما تبقى من العلاج، أنت تقدر تكملين يعني العلاج بنفسك مصاريف الشخصية ولا محتاجة شخص يدعمك؟ والله اللي يقدرون عليه سووا سووا، كثر الله خيرهم وميزان حسناتهم وما يقصرون، وبنتي مو مقصره وولدي مو مقصر. اي والله الحمد لله على كل شيء الحمد لله. انا ادعي لهم بالصحه والعافيه وطولة العمر، والله يخليهم لي ويحفظهم ويحفظكم معاهم يا رب بعد قلبي. ويخليكم ان شاء الله. انت استاذه قديره ولك لا استغفر الله ما كبير الا الله. لا استاذه قديره لك مكانتك في التلفزيون امل، يعني ما تسعني مثلا اليوم نقابه الفنانين مثلا المفروض يكون لها دور في علاجك في اهتمامهم معاك، يعني ما كان في شيء من نقابة الفنانين؟ أنا ما بس أستاذ طارق العلي كان شو اسمه موجود ايه؟ على طول متواجد معي على طول يواصلني أستاذ طارق وما يقصر، يعني ما أستاذ فجر السعيد جزاها الله ألف خير ما قصرت، كانت على طول حتى قبل يعني قبل فترة علاجي قبل كل شيء. ما في أمور من جهات حكومية يعني فيها دعم احد سعالج او احد مثلا فتح لك باب؟ يعني ما لي بشيء شخصي، انت ذكرت تبغى قبل شوي شخصي نور قاعد تقول حكومي. هي مو مساله شخصيه، يمكن ناس جاوا طقوا الباب وقدموا يد المساعده بس ما عرفوا على نفسهم ولا شيء. عرفتي فاستغربت. بس استاذه مريم الصالح ما قصرت كثر الله خيرها ولا زالت تواصلني، واقول لها يا نواف مشكوره وما قصرتي حبيبه قلبي تسلمين يا بعد عمري. ايه واختي سعاد كثر الله خيرها ام طلال اكيد، ويجوز بعد هم نسيتي اسامي يعني ما يخالف، احنا نقول للجميع نشمل لكل من ساعدك اكيد عسى ميزانه ان شاء الله يعلى وبجره ان شاء الله. امين يا رب. ايش رايك ننسها ناخذها شوي ورا؟ ايش رايك ناخذك شوي ورا امل؟ ها وين تودوني؟ انا اقول شوي انا ودك. يلا استاذ محمد رجعنا ورا انا وامل ونوره، خلينا نشوف. سمعتي بهالخبر ام العبيد؟ بعض الناس باشين روحهم بالشي بالسيارة وسووا حادث بآخر الشارع. مين هدول؟ ناس غشمة توهم يسوقون. هاي كيف يسمح لهم يطلعوا بالشارع وهم غشيمين مثل ما بتقولي؟ الزمن الزمن يا حبيبتي هو اللي سمح لهم. تخيلك هم واحدة ولا واحد؟ لا أبو العبيد شيل عمرك ترى يا حل الأعمال. تذكرين هذا العمل في أي سنة صورتي؟ لا طبعا أكيد لا ما أذكر اسمه ولا اسمه. لا ما يصير عاد والله العظيم ما أتذكر في أعمال مسويتهم أنا للحين ما أذكر، تطلع التلفزيون ما أذكر اسمه. هذا العمل اسمه إزعاج كان مع زينب الضاحي. اي ذكرتيه؟ اي شفتي الأعمال؟ صورنا بالفنطاس. اي عدل؟ إيه. شفتي الأعمال شلون كانت بسيطة وحلوة القديمة؟ بسيطة وحلوة وتترسخ في الذاكرة. يعني لا مشاهد ميديم ولا كلوز، شفتي تو شوت كان عمل بسيط وحلو وكان يوصل للقلب في هذاك الوقت. صح. صح؟ صح. خلينا نقارن بين أعمال الأولانية. لا بس الحين نفس الشيء، يعني فناناتنا ما شاء الله الشابات ما مقصرين وقاعد يبدعون، وما شاء الله أستاذة حياة وأستاذة سعاد أستاذة مريم ما يعني ما قاعد يقصرون قاعد يبدعون أكثر وأكثر من الأول، وأساهم على القوة يعطيهم العافية. بقول لك أنا كان مقارنات، أنت ما ودش تقارنين. لا إذا قارن ما قارن إذا قارن ما ودها تقارن معناتها ودها أنها تدخل مرة ثانية في المسلسلات، ما ودش يعطونك دور إذا شوية تحسنت الصحة؟ وهذا في أكيد أدوار تكون حتى على الويلتشير ولا واحدة مثلاً، يعني عرفت شلون؟ ليش لا ليش لا ما يخالف، بس قبل كل شيء قبل لا أرد لازم أروح أزور بيت الله. أيه. أسوي عمره إن شاء الله. أيه. الله يبلغنا أنا وياكم بإذن الله. آمين. إن شاء الله هذا قراري الأخير. وخلاص عقبها إذا جاني عمل ليش لا، رزقة هذه ما ترد. صح. صادجة. أي. ونفس ما قالت نورة فعلا في ممكن أدوار تكون تخدم المشهد أو تخدم الحالة اللي أنت فيها.
وبس هذا هم صحتك بعد يعني مهم اعتقد يبي لك راحه. نعم ارهاق تعب علي ما اقدر انا صراحه يعني ترى مو سهل انت هم على التعبات مضبطتها كذي ترى صعب يعني وجود التصوير كاميرات التصوير والاضاءه والحركه ما هم راح تكون صعبه ان شاء الله تقومين بالسلامه بالعكس احنا بيشتغلون مثل اول واحسن باذن الله تعالى. مشكوره على مشكوره يا نور حياتي احنا ما خلصنا الحلقه احنا قاعدين وياك امل لا ادري مشتاقين الجد والله تشتاق لكم العافيه حياتي الله يسلمك. زين مقارنه يمكن نور انت سئل هالسؤال هذا كان حلو منك ما المقارنه نبيها تقارن الاعمال القديمه والاعمال الحاليه ودنا انت اللي قعدتي الحين في البيت ووقتك ما شاء الله الله مرهي عليك تبارك الرحمن شو تشوفين الحين بالمسلسلات عن فرقها عن الاول يعني القدم يعني الاعمال القديمه احلى ولا الاعمال الجديده من الاخر؟ لا شوفوا شو اسمه الاعمال الجديده ما شاء الله الحين لاهين بال سوشيال ميديا وهالمكياج والشعر تشوفين بالانستغرام والتجميل إيه؟ انا ما عندي انستغرام ما بس بنيتك توريك ولا ترضى توريني ها لا ليش عشان لا تضايق عشان لا تضايقين عشان لا اضايق احسن كلش خطه علاجيه صحيح اي ولا تحط لي اي شيء عن الامور اللي تصير عنك انت ولا مثلا اذا كان هجوم فما تحب هي توريك عشان راحتك بعد بالضبط واي واحد يتكلم بهالموضوع ترد على طول برافو يترد على طول ما تسكت له لا ضايقون امي ولا تجيبوا لها اي شيء اكيد غالي علينا. زين انت شنو تتابعين امل لما تقعدين في البيت شغلين تلفزيون شو تتابعين في اعمال معينه تتابعين مثلا اعمال دراميه في مصر تتابعين افلام تتابعين مسلسلات خليجيه شنو يشدك اكثر شيء؟ لا شدني المسلسلات الكويتيه ما شدني اي شيء ثاني. شنو 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 تابعتي مسلسلات الاخيره ناجحه عجبك مسلسل وتابعتي الحين مع حصه قلم قاعده اتابعه والله انا فيه اي ادري زين ومع نوايا نوايا جميل مسلسل وايد حلو وايد حلو وايد حلو فقاعد اتابعهم انا مو شايفتهم فلما قاعد اشوف كانه قاعد اشوف شيء جديد شيء جديد شيء يفرح القلب يعني اداء ممثلين وخاصه الاستاذه سعاد يعني ومقصر الأستاذة حياة ما شاء الله تبارك الرحمن صح الله يديم عليهم الصحه والعافيه عاد ايش رايك باداء عبد الله الزميل رايت بداءه بالتمثيل لا لا ما تحرجني بالعكس انت مع ايش اسمه احمد ما شاء الله البغلي اللي في حصه قلم اي معي يعقوب عبد الله يعقوب عبد الله انا دوري اسمه والله نسيت الشخصيه اسم فهد يمكن اللحيه المربيه حاط لحية ايوه اي حاط لحية نسيت شخصيه والله العظيم والله زين عرفتي بين انه حاط لحية ومو حاط لحية صوته مميز لا تقولي شلون عرفت كفو عليك ما شاء الله صوته مميز صوته مميز ونفس اسماءكم يعني ما غيرتوا بالاسماء عبد الله ويعقوب وهذا اي وايد كان حلو كلكم مسوين لحى سالفتكم ما ادري يعني تغيرون شكلكم يعني ما ادري احنا بنشوف توبكس مسوي لنا عن موضوع المسرح اكيد بعد المسرح يعني انت مشتاقه له الله اكيد صح ولا لا المسرح والله جميل من ما يحب المسرح هي شاركه الصراحه في المسرح ابو الفنون اي صادقه ابو الفنون المسرح تحسين ما هذا الانسان راح يكون ممثل وقادر يؤدي الادوار يوقف على خشبه المسرح لان يواجه الجمهور فيس تو فيس واو وايد حلو شفت شلون فيس تو فيس والله فيس والله منتهينا يعني الجرأة فعلا والله المسرح عشان يشوف مدى قوه شخصيته يعني صح ويحتاج ثقه بالنفس صاجه احنا بنشوف في تقرير صار جاهز صح للمسرح يلا خلينا نشوفه معك خلينا نذكرك بالمسرح يلا اوكي يلا عبد الله عراق بغداد محمل باللؤلؤ شايع كل هذا يطلع منك يا شايع نعم كل هذا يطلع منك يا شايع شميت اي هذا عاد انا مضيعها بالريب دعوه خالتي جميله نطلع امي لغايه ما تجي بنطرها المبدعين هنا والله يعني مسرحيه جباره قناص خيطان العملاق الله يرحمه ابو عدنان الله يرحمه مسرحيه ثانيه ما ادري شنو قبل مع ابو حمود بحمود عسل بعد ابو حمود ما شاء الله عليه يعني ابو حمود انا ما اقدر امسك نفسي على المسرح وهو زين شلون شلون تتعاملون مع ابو حمود بالمسرح شوف يتفق معاك ابو حمود انه راح يسوي كذا 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 مو يفاجئك ما في مفاجآت ما يفاجئك على المسرح انا قاعد يفاجئ ابو حمود لا مع اللي يمون عليه فجأة عادي انزين اي
ما يمون علي، واذا ما تحكى قول قول شلون باشر يصير فنان. يعني دعم عنده فظيع للفنانين، فنانين الشباب بالذات. يعني المسرحيات امل دائما يعني في اول سكسين، قول اول ما يدش المسرح انتبط يعني، او ما يفتح تفتح الستاره في رهبه كبيره، تكون رعب خوف خوف خوف. يمكن اول خمس دقائق او اول دقيقه على حسب الممثل. انت ايش كثر كنت تخافين اول ما تصعدين على خشبه المسرح؟ ايش كثر تبغيات الخوف، رقعه القلب هذه؟ رقعه القلب ايام قلنا ناس خيطان رموا مع عمالقه في الفن. أيوة مع استاذه حياه الفهد ومع الفنان القدير الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا وعبد الامام عبد الله وابراهيم الحربي الله يواليهم الصحه والعافيه. فكان شيء رهيب. اطلع على المسرح انا كل من راسي الى اخمص قدمي ارتج من الخوف. فلما اطلع يقول ها ابو عدنان شنو؟ لا تمام روح خذ راحتك وعدنان الله يرحمه. كثر مده يعني تقريبا ايش كثر مده تخافين؟ خمس دقائق كذي، لانه والله وايد رهبه مسرح. وبعدين كلها شخصيات قاعده، ناس كبار ينتقدوك يا حبوك يا كرهوك. صح. فلما كنت اخذ السكسه كنت ارتاح نفسيا، بس يعطيك السكسه خلاص ترتاح نفسيا. تشوفين الجمهور ولا تطالعين على مدى بعيد؟ لا مالي شغل بالجمهور. ها؟ مالي شغل بالجمهور. انا عين بعين الممثل اللي قدامي. تنسين الجمهور. ما لي شغل. إيه. برافو عليك. لازم. عشان لازم تعطين فن في الأداء بعد. إيه. مو بس كذي، لازم تعرفين شنو مخرج الحرف الأخير اللي راح يقوله. إيه الكيو على قولتهم. بالضبط. إيه. لا بعدين أنت شبو عدنان ما شاء الله إذا استرسل لا إله إلا الله الله يرحمه خلاص وقفي. إيه. لا. صح. ما شاء الله يعني الصراحة الله إحنا كنا ودنا نعرف شنو في مواقف جمعتك أيضا في قناص خيطان. يعني من ارتجال ممكن يصير معاكم مع ابو عدنان مثلا، يقول قولي عندك شيء قولي، ايه؟ ما عندك شيء سكتي. حلو الاتفاق. اي والله صدق. هذا من ابو عدنان الله يرحمه. الله يرحمه كان يقول شيء ما عندك شيء قولي، ما عندك شيء سكتي. اي عندك شيء قولي، ايه؟ شيء يخدم الموقف اللي انت فيه، ايه؟ قولي، ايه؟ استرسلي يلا. احنا زي. طبعا مع انغام الموسيقى دائما عندنا مفاجآت هنا مع ضيوفنا اكيد الخياط، بس عجبتك الموسيقى قبل شويه وقاعده تصفقين عليها ما شاء الله. تصفق شفتيها نوره؟ اي والله انا مستانسه، انا مستانسه وايد والله مستانسه. ايش ودك ايش ودك يعزف لك؟ امري ايش ودك قولي؟ قنايه كذي على بالك؟ على بالي؟ اي والله ما اتذكر. ماكو اغنيه اي شيء ببالك اذا تبين على يعني على ذوقه؟ على ذوقكم. على ذوقك استاذ محمد الخياط. يلا المايسترو. هلا فيك بعد قبل تفضلك حبيبتي. حبيبتي على طول متابعتني وما تقصر. قالت لي ايش رايك استاذه برسم صورتك؟ ايه. شنو المناسبه ابي واحده من قالوا لنا من المعجبات المخلصات لك تعرف على اسمك بالخير. ما قصرتي معك المعلمه حنان غريب، معلمه اطفال فنانه تشكيليه. ونعن فيك. شوفي يعني هذه استاذه امل، هذه ثمره الفن لما تقدمينه سنوات طويله ويكون عند الجمهور. شوفي الناس فعلا المحترمه شلون قدرك ولاخر لحظه يكونوا معك. تستاهل الفنانه صراحه، رسمتها يعني بكل حب وسعاده والنعم فيك حبيبتي حنونه. يعني بالذات العين لما اوصل للعين خلاص احس اني يعني احط كل احساس سعيد فيها. يعني اشتي حياتي تستاهل، ما قصرتي. هذه اللوحه بعد من احد اعمالك الحلوه اللي هو مسلسل الحياله. ايش كثر تضايقتي على محمد؟ شلون عفوا؟ ايش كثر تضايقتي على محمد في رحله العلاج؟ والله وايد صراحه. انا رسمتها في يعني في عز علاجها في وقت مرضها لما كنت بالهند. يعني طلعت من قلب، فحبيت ان انا ارسم السعاده على وجهها. وايد سعيده جدا والله. شلون كنت تتواصلين معاها استاذه حنان؟ من برنامج الواتساب. الواتساب تتواصلين معاها؟ اي نعم. زود حلو. طمنين على صحتها ويطمنونك على طول. ترى امل زينه وكذا. انا ارد عليها والله. وهي ما قصرت والله، وايد ابدت اعجابها يعني في اللوحه، وايد عجبتها الحمد لله. والله وايد وايد. يعني فعلا فنانه بمعنى الكلمه والله. صراحه واعتبرها بنتي الثانيه. ما قصرتي تسلمين حبيبتي. بعد قلبي والله ما قصرتي. بعد قلبي احنا ودنا بعد نشوف اللوحه الثانيه ان شاء الله ترفعينها اللوحه الثانيه تحطينها على الطاوله الورد.
ما قصرتي الصراحة، الورد للورد على قولتهم استاذ أمل، الورد للورد. حياتي مشكورة بعد قلبي ما قصرت. هذه لوحة ثانية بأبعاد ثانية وألوان ثانية تقريبا. هذه كأنها بالأبيض وأسود، وهذه يعني فيها ملون أكثر. كأنك بالرصاص كذي وبصابعك بسويتها. بالضبط، هي مدموجة بين الرصاص والفحم اللوحة هذه. أنا أحب الرسم، ودي أتكلم وياك شوي عن الرسم. إيه تفضل. صراحة يعني أول شيء متى ابتدت معاك يعني هذه الموهبة مالت الرسم؟ والله أنا صراحة من الطفولة من زمان. يعني ولكن كثر عمرك كان 6 سنين؟ يعني أكبر شوي، خلينا نقول 10 سنوات. إيه. بديت أنميها شوي شوي مع ظروف أولادي وكذي، شوي انقطعت بس رديت مرة ثانية بقوة شغف، لأن أنا أحب هذا المجال ما أقدر أقطعه. فدخلت دورات نميتها شوي شوي لما حسيت نفسي إن أنا تمكنت من البورتري الفحم. عندي رسومات فنان سعاد عبد الله، حياة الفهد. حلو. اي نعم ما شاء الله. اي والله لين ما وصلت يعني مرحله اقول الحمد لله انا بامان، وبعد حابني اطور يعني ما اوقف عند مكان معين. حلو. وانت توصلين لهم الرساله، توصلين حق الفنانات الثانيين اللي تحبين سعاد عبد الله، حياة الفهد اللي رسمتي، تقولين لهم انا رسمتكم؟ بالضبط يعني احاول اسعى صراحه انه يعني ارسم سعاده على وجوههم. هذه على قولتهم عبد الله يعني الوفاء يعني بطريقه وايد حلوه، خصوصا يعني بيد فنانه تشكيليه مثلك، ايضا حتى الورد اللي تعنيت اكيد عنوتك هذه على راسنا. فن والله احساس راقي يعني لازم يوصل شيء كذا. وايضا يعني لفنانه ايضا هي بعد هم فنها واحساسها عالي. حياتي نوره ماما بعد قلبي حبيبتي. احنا نتحكى من الوفاء، ننطلق من عندها الوفاء، خرج عندك انت الوفاء. على الوفاء اكيد في الفن، ايش رايك في الوفاء في الفن اللي موجود حاليا؟ أنا كل أمانة ومصداقية صراحة أم محمد سولفي بصراحة. أنا بصراحة بصراحة أي. كل أمانة أي. شوف الكل موجودين سواء الصغار فنانات الصغار يعني اللي توهم بارزين، أنا أعتبرهم بناتي والله يوفقهم ومنهم منها للأعلى، بس إياني وإياكم الغرور أي. أنا قلت حق عبد الله في يوم من الأيام جيت عندي وقال لي ها ايش رايك فيك؟ قلت روعة، بس دير بالك إياني إياك الغرور. الغرور دمار مقبرة الفنان. تدرين هذه أنت متى نصحتيني إياها؟ ايه؟ سنة 2011 في مسلسل اسمه بين الماضي والحب، تذكرينه؟ صح بين الماضي والحب. غرفة كنا في غرفة المكياج، كان تقولي لي عبد الله كنت جديد أنا، قالت ايه؟ عبد الله دير بالك الغرور، أنت إن شاء الله راح تطلع وتنجح. والله شيء حلو. والله للحين يعني هذه الكلمة لما قلتيها الحين ذكرت. بالضبط. فلاش باك على طول. ودائما يكون الإنسان متواضع، الفنان متواضع، خليه يكون مع الناس على طبعه على ايه؟ سجيته. لا يتكبر. واحنا حبيناك وانت على طبعك وانت على سجيتك وعلى عفويتك، سواء كنتي في التمثيل في الدراما والمسلسلات ولا على المسرح، وحتى في وقت يعني عفويتك وطريقه تصويرك بالفيديوهات في فتره علاجك، احنا نحبك في عسيف كل بودنا ومستانسين بوجودك معانا في هالليله. انا اكثر بعد قلبي حبيبتي، انتوا الاثنين على راسي واثنين عيالي بعد قلبي والله عيالي حبيبتي. والكل ما لا صغرة بالموجودين كلهم من كاميرامان من مخرج من معيد كلهم على راسي، واشكرهم واشكر تواجدهم واهتمامهم بالموضوع هذا كله، مشكورين ما قصرتوا. نشكر حضورك استاذة كبيرة وقديرة امل عباس، ومثل ما وعدناك انا ونورة وعدتينا ان شاء الله السنة الجاية اذا الله احيانا راح انت تكونين ويانا واقفة على الخشبة هني، وراح تقدمين ان شاء الله باذن الواحد ان شاء الله. شكرا على حضورك، شكرا للفنانة حنان، مشكورة على حضورك، مشكورة على الورد هذا ما يبي الورد من الورد، مشكورة ورسماتك حلوة، عسى الله يوفقك ان شاء الله. موفقة الله يسلمكم ان شاء الله. شنو عندنا نور الحين؟ شنو عندنا الحين؟ وين بنروح؟ شنو فيه؟ شوف احنا بنروح فاصل ونسلم على اكيد فنانتنا، وتدري يعني طريقه النقل هني لازم نتاكد انك تكونين بخير وسلامه. الحمد لله. ونشكر وجودك معنا هني مره ثانيه. فاصل ونرجع، ايش رايك نواصل ان شاء الله مع ضيفتنا الثالثه؟ ضيفتنا الثالثه مشاهدين راح تكون معنا الشاعره والاعلاميه الاماراتيه عائشه حسن. خلكم معنا.